مش راح نقدر له. شو يعني مش راح نقدر له؟ والمصريات اللي اخذتهم مني والوعود اللي وعدتني اياها كيف يعني مش راح نقدر له ماتر؟ يا خيي ما بدها ترجع على البيت، ما بدها. بترجعها بالقوة؟ والولاد؟ هيدي الكاتبة قوية كتير، كل الصحافة وقفت معها وكل الناس. شو يعني؟ اسمع مني وفضة حبية وطلقها، محاميها قوي كتير، كل ما لقيت له شي بلاقي لي مقابيلة اشياء. مش رح خلي رجال غير ربي ولادي، ولو بدي اقتله. مش رح خليها تتجوز ابراهيم. لازم تصلي حتى مرتك تتجوز بعد الطلاق، لانه بالقانون اذا تجوزت بدون حجة ولا دليل بتفقد حضانة الاولاد حتى يصير فيهم يختاروا. عم تحكي جد؟ هيدي اكيد منا 1000%. استسلم واقتنع بالطلاق. رح سرع الحكم قد ما فيه. دخيلك يا متر، سرع قد ما فيك، بدنا نتجوز. مش حابب افقسكم، بس حاسس انه في شيء بالقانون ما بتعرفوه. خير شو بعد في بالقانون؟ اذا المرأة المطلقة بتتجوز والولاد تحت سن الاختيار، تلقائيا الولاد بيروحوا للبي. شو؟ شو عم تقول؟ تعب مني وطيفك بعده لحقني، شفت الفرح بعيون ترن نظر بيخون، صورتك بالبال بألوان الخيال، قلت لك حبيتك حبيتك بجنون، كل عمري خبيتك بقلبي الحنين، قلت لك حبيتك حبيتك بجنون، عوعدي رح ابقى ويكون شو ما يكون، قلت لك حبيتك حبيتك بجنون، كل عمري خبيتك بقلبي الحنون، قلت لك
ما فيني اترككم مع حدا. ولادي انا خلفتهم وانا بربيهم. بعرف ولو فكرت غير هيك كنت زعلت منك. انا مشان هيك بحبك. بذات الوقت ما في بقى اتخلى عنك، وكمان ما فيني اجبرك انك تنطرني سنين لحتى ولادي يكبروا ويختاروا. سارة، بتقبل اني بقى سوا لك يعني كبروا الولاد؟ ما في، ما اقبل، ما بقى في عيش بليك. بدي اسألك اذا انت فيك تنطرني. مضى العمر. ايه متر، وين صرت؟ خلصني بقى، صار لك ساعة بتقلي عم صف. إذا اللي عم بقريه بأوراق الشغل والتقرير اللي أنت عامله مزبوط وعم بفهمه منيح، كارثة يعني. ليش نايمة بكير؟ بيك عم يسأل عنك. طفي الضو ماما بليز. شو بكي؟ عم تبكي؟ لا، طفي الضو ماما. مش رح طفيه، بدي أعرف شو فيه. ما تكوني مفتكرتيني هبلة ومش حاسب اللي عم تمرقي فيه من فترة لليوم. بدي أعرف شو فيه، قولي. ما في شي، كم مرة قلت لك ما في شي؟ ليكي راغدة، طول عمري أخفي عن بيك كل شي حتى ما يهلكك بالأسئلة، بس أنا أمك وبدي أعرف منك أو من تحت تاسع أرض، بدي أنبش القصة وأعرف شو فيه، فاهمي؟ يعني تفليس؟ حاجة تكبرها هلأ وكأنك إمارة دبي مثلاً وعم تحصد ديونها. ببساطة المكتب تبعك مكسور، المصاريف أكتر من المدخول، هيدي كل القصة. إذا بتدارك الموضوع بسرعة بتقف على إجريك. اسمع مني، بيع هالسيارات اللي عندك واترك هالمكاتب وصالات العرض الضخمة اللي أجارها بيقطع الظهر. بتسدد ديونك، بتقف على إجريك وبتستأجر مطرح على قدك وانتهى الموضوع. ثلاث ارباع الشركات بلبنان وبالعالم هيك عم بيصير فيها نتيجة الأزمة العالمية. ماتر، جاوبني وبالكلمة المحددة، أنا مفلس؟ مكسور، إيه مكسور، بس بتقدر تسفر وتبلش عن جديد. ما في عندك ديون بتكسر الظهر يعني. شو؟ منبلش بالمعاملات؟ يعني أنا اليوم بمعاملة الطلاق مع سارة اعتبر العنصر الضعيف؟ خلي قصة شغلك مستورة لكان خلص الطلاق، هي معها مصاري
بتقدر تستفيد من كسرتك المادية. هي ما معها شيء، هودي مصريات عشيقة. وإن شاء الله مصريات القرود السود. المصاري مصاري يا صديقي. شو بستلم ملف الشغل؟ من نص ساعة تركتك أي ساعة لحقت تعملي كل هون؟ سارة أنا كتير تعبانة وعندي حلقات بدي أخلصهم، بكترة ما رح ينطر لحتى الارتاح. إيه؟ لوين رايحة؟ طالعة بيت عمتي بالجبل، عرفتيه؟ هذا كنا نصيف فيه نحن وصغار. منين بدي أعرفه إذا أنت بطلت تعرفيه؟ طالعة نازل شوي. طالعة تنعزلي على رواق ولا طالعة تبكي على رواق؟ طالعة أكتب. طبعا عندي حتى وقت أبكي. طب قلينا ما تشغلي لبالك. خلينا نطلع معك. بعزل هالبيت انا وياك، اكيد بده 100 شغله. قلت لك راح انعزل، ما بدي اياك تجمعي وتنقيلي على راسي. يلا انتبه على حالي، سلمينا على الدار. طب انت راجع؟ مش تطلع بالاول؟ هيك بدك تضلك عم تراقبيني؟ حلوة هالحياة والله. راح ضل راقبك لا أعرف شو بك. يا بنتي ما تخافي، شو ما كان المشكلة من حال خبريني، وحياة عيونك لا بخبر لبيك ولا خيك، خبريني لألي بس، مش أنا أمك وصاحبتك، دخيلك تخبريني. هي على عينا أمي، قلتلك 100 مرة ما بيني شي. يا تعتيري ما يكون يلي ببالي صاير. ألو كيفك فدوى؟ أهلا مرت خيي، شو هالمفاجأة الحلوة؟ خير في شي؟ تجي لعندي؟ أنت؟ لهون على المحل؟ إيه لا أكيد في شي. ما بسلم راسي الا لانام لك سحري. برافو. يا ويلي شو بدي اشتغل اشتغل. وينك يا ساره؟ طارق ليه مسكر خطك صار لك ساعتين؟ حبيبتي شو بكي؟ شو في يا قلبي؟ طارق عم بسألك ليه مسكر خطك؟ ما قلتلك انه اليوم بيوصلوا الكمبيوترات جايين من برا، كنت عم بشتري اغراض. طارق شو خص هاي بهاي؟ شو مفكرني هبلة؟ ايه سارة اكيد مش مفكرك هبلة، بس بالديبو ما في ارسال، قلت بحكيكي بس خلص قصة شعري. اشتقتلك. مرسي. شو في يا قلبي؟ شو بكي؟ بعرف شو بكي. سحالي ضايعة ومطبعة قلبي والدنيا كلها مسودة بوجهي. وينك؟ ما بعرف ويني، عم جرب ضيع وقت، حس حالي كتير وحيدة. طيب لقيني على المكتب بسرعة. يلا باي. إذا بعد مرة بتقولي إنك وحيدة ما بتعرفي شو بعمل. كيف فيك تقولي عن حالك وحيدة وأنا هلقد مغرم فيك يا سارة؟ كيف؟ ما بعرف شو صار لي طارق. لينا تركتني وطلعت على الجبل. فتت على البيت لقيته فاضي، بارد. حسيت حالي وحيدة. سهام ليش عم تعملي هيك؟ ليش مصرة هالقد؟ قلت لك ما بها شي؟ كل البنات بيمروا بفترات من هالنوع. فدوى هي بتخبرك كل شيء،
قولي لي شو بتعرفي. ما بعرف شيء. مين هو عصام؟ عصام؟ ايه عصام، عصام اللي كانت عم تحكي معه على التليفون بالحمام وتقول له انا تعبيني انا رايحه على الانهيار. تعرف شو يعني انهيار؟ ولا مش فرقاني معك؟ مين عصام؟ شو علاقته براغدة؟ ليه بنتي رايحه على الانهيار وهو مش فرقاني معه؟ عم تتلصصي على بنتك سهام؟ وبتلصص عبيها كمان اذا بنتي بخطر. هلا قولي لي مين هو عصام؟ عصام شاب بتحبه راغدة من فترة. اه بتحبه؟ وليه ما بيجي على البيت؟ ليه بالخفة؟ فدوى ليه بالخفة؟ ليه ما بتحكينا عنه؟ لا فدوى لا، ما تقولي لي انه مجوز. عم بطلق. شو في كمان؟ شو بتعرفي عن هالقصة؟ ليكي ما تخبي علي شي فدوى، خبريني. غلطاني معه بشي؟ فدوى غلطاني معه بشي؟ ما بعرف. شو عم تعملي هون راغدة؟ ما بعرف عصام، ما بقى عارف فكر، ما بقى عارف شو لازم أعمل. حسيتك خلص تخليت عني. أنا ما بقدر أعيش بلاك حبيبي. راغدة اسمعيني منيح، الشركة انكسرت وخلص، شغلي وشغلك بح طاروا بالهواء. لا أتركيني أعرف استوعب مصايب عرباء، أحسن ما أفقد عقليتي. أوكي الشركة انكسرت؟ الشركة انكسرت وأنا انكسرت والدنيا كلها بتتكسر من حولي. ليش هالقد؟ شو بك عصام؟ الدنيا عم تتكسر فوق راسك لأنك بدك تطلق سارة؟ هالقد بعدك بتحبها؟ بلا حكي بلا طعمة، رجعي على بيتك بسرعة. يلا رجعي على بيتي لأعمل شو عصام؟ رجعي على بيتك وانطري. انطر شو؟ ما بعرف، عملي مثلي انطري. أنا قاعد ناطر مش عارف شو راغدة. عصام أمي ملاحظة على كل شيء. أنا عم قول شو بعد ناقصني، ضغط من أمك ما هيك؟ شو بيك عم تحكيني كأني عدوتك عصام؟ رجعي على بيتك راغدة. عصام رجعي على بيتك راغدة، بلكي منتلقى شيء. سارة عن جد رح ازعل منك، انه من بعد ما حكيك المحامي ورح تحصلي على الطلاق وتصيري حرة. وتصيري هيك رح بلش شك انه انت ما بقى بدك تطلقي. بس تحقيتيها ندمتي ما هيك؟
طارق ما تصير فجأة بعيد عني وكأنك عم تعرف علي من أول وجديد. فإذا شو سبب هالحزن؟ قوليلي بليز. أعترف أني ضعت. بدي حريتي أكيد، وبدي كفي حياتي معك، وهيك رح يصير. كيف؟ شو كيف؟ كيف بدي كفي حياتي معك؟ بحب، بإخلاص، بجنون. كسر حبتك؟ أكيد لا، كحبيبتي. حبيبتك بنظرك وعشيقتك بنظر الناس. خير همي كل الناس سارة، فاهمة؟ شو بدك أقول؟ بحبك؟ على صوت عالي؟ أكيد بحبك. بولا بحبك على صوت عالي، آخر همي كل الناس، بحبك. هل صارق شو بيك مثل المجنون جرستنا؟ الله يساعدك على العلقة اللي الله علقك إياها. علقته لي. بحبك. بتعرفي عنوان البيت اللي لينا طلعت عليه؟ ايه بعرفه، بس ما بدينا نطلع لعنده، قلبها تقعد لحالها لتعرف تكتب. ايه مش مشكلة، نحجز بأوتيل حدا ونقطع لعنده بالسهرات من بعد ما تخلص كتابة. بتعرف البنت طالعة من مصيبة ولازم تكون حدا. وانت قلبها كتير رقيق ما هيك؟ طيب نحجز أوتيل منفصلين، منيح هيك؟ أمري لله. عرفت امي؟ عرفت بعصام. شو؟ خبرتيها؟ هيدي ثقتي فيكي؟ هي بدريها فيي. هي سمعتك من ورا باب الحمام عم تتخانق انت وعصام، عرفت اسمه وسمعتك عم تقولي له انك منهاره. وشو عرفت كمان؟ عرفت انه مجوز. وشو كمان؟ سالتني اذا غلطانه معه. انا ما بعرف جاوب على هذا السؤال. انت غلطانه معه راغدة؟ غلطانه معه؟ شو قصدك؟ حابين بعضنا يعني؟ جاوبيني، نمتي معه؟ بحبه، هيدي غلطه؟ ولك اكيد غلطه يا مجدوبه. انت ناسي وين عايشه ومع مين؟ ناسي باي مجتمع يا حماره؟ 100 مره قلت لك انه كنا رايحين على الشاليه. بيسوى تروحي على الشاليه وتضلي محافظة على حالك يا مجدوبة؟ يعني كذب وغش وخداع، ما هيك عمتي؟ اف شو بشع اللي عم بتقولي. اف مش أبشع من النتيجة، مش أبشع من النتيجة بمجتمع مثل مجتمعنا. سأليني إلي، مش أبشع من النتيجة. شو هالحكي المتخلف هيدا عمتي؟ وين عايش انت وبأي سنة؟ بلبنان بال2010. يلا بنوين حبيبتي. بوبي. شو حبيبتي؟ انت بعدك بتحبني؟ يلا اكيد حبيبتي بحبك، ليه عم تسأليني؟ اذا بعدك بتحبني انا ولام بوبي ما بقى تجيبنا لهون، ما بدنا نعيش هون، خدنا على البيت.
شو بكي؟ عمين عم تطلعي؟ على عصام. أكيد موجود هون في مطرح عم بيراقبني. شو؟ عصام هون عم بيراقبك؟ ليه ما قلتي لي هالشي من زمان؟ خلص طريق ما كان بدي زيد المشكل. رح أطلع معك. لا. وكيف بدك تطلعي لحالك على البيت؟ بركي كان هون. خلص طريق شو بك؟ ما تخوفني. مش أنت بدك هيني يكون قوية؟ بلا. لكن رح ضل بالسيارة أنتريك حتى أتأكد أنك فتي على البيت وقفلتي بالمفتاح. أوكي؟ أوكي. بني؟ بني؟ بكرة منطلع على الأولاد بالمدرسة ونضل طالعين. أوكي؟ وطي صوت التلفزيون لأحكي كلمتين عروية. عم بحضر الماتش. في شي مهم؟ في رامي أختك راغدة بخطر. بالبيت ناطرة ما بعرف شو. مش انت هيك طلبت مني؟ تعال عندي لهون على البيت بسرعة. هلا؟ واهلي؟ تعال عندي لهون على البيت بسرعة. مشتاق لك، مشتاق لك كثير. مش قادرة عصام، مش قادرة. اهلي مضايقين علي، حاسة انه مشغولة؟ لا ابدا، فوت. طيب حبيبتي بحكيك برجع. من الاخر راغبة، خلينا نبلش من الآخر. أنا لا بيك ولا أمك، أنا رامي. أوكي؟ أمي عم تخبرني أنك على علاقة بعصام صاحب الشغل، مزبوط؟ مش قصة على علاقة معه، بحبه وبحبني. مجوز ما هيك؟ عم بيطلق. حلو. عنده ولاد؟ اثنين. حال فاذا هيدا الوطي بتنسيه نهائيا، احسن ما نسي اسمه، فهمه؟ بس انا بحبه. ليكي انا ما عندي وقت لهالقصص. بفتكر بتعرفي عقلتي ما بده مين يخبرك. تتركيه وخلص الموضوع هون، فهمه؟ تسعر الطلبيات وجهزها للتسليم. اوكي؟ ليش عم تحكيني كأنك مسافر؟ مش مسافر، بس طالع على الجبل شي يومين. على الجبل؟ مع القشطة. ايه؟ ميلو ما تجيب سيرتها بقى عرسانك بهالطريقة، فاهم؟ شو صار لك؟ خلص ميلو ما تجيب سيرتها عرسانك، احسن ما تشحط حالك من غير رجعة. اوكي. بليز روح على شغلك. الو ايه متر، كيفك؟ خير؟ شو جديد؟ هاي عن جد عم تحكي؟ انت اكيد من اللي عم تقوله متر. عظيم. ولك ادفع اللي بدهن اياه، بس سرق لي بالطلاق.
وقديش بدها تقريبا؟ كيف يعني كم يوم؟ فين يكونوا كم يوم؟ فين يكونوا 365 يوم متر؟ اوكي اوكي عال عال، هي احلى خبريه سمعتها اليوم. طيب انا طالع كم يوم على الجبل، تبقى احكيني وقلي بالتفصيل بمل شو بصير. اوكي بحبك متر. باي. طيب لقيني بعد ساعة الشلي. باي. لوين رايحة معه يا إدمية؟ عصام؟ إيه؟ عصام؟ بعدك بتعرفيني؟ أنا جوزي. بطلت جوزي. فشرتي. بعدني جوزك وبعدك على اسمي. ما بيشرفني وحدة مثلي تكون بعدها على اسمي. طلع بالسيارة وبلا شوشرة. واو. يا مامي. خوفني الشاب الحلو. طلع بالسيارة أحسن. وإلا شو؟ بتجيب لي الدرك؟ بليز تلفن وخلي يجوا، بس تسألوك شو فيه قل لهم هيدا الواقع عم يزعجني لاني رايح انا ومرته وما بعرف على اي شاليه نعمل. اطلع بالسياره. اطلع بالسياره. صار بمزح معي ما هيك؟ لا مش عم بمزح معك. واقف الطلاق، ما بقى بدي طلقها، ما رح خليها تعيش معه وتتهنى. خلص ابراهيم خلص، ما بقى عندي شيء اخسره. ولادي ما بقى يحبوني، شغلي بيتي وعائلتي ومصرياتي، البنت يلي بحبها، كل شيء خسرته. ما بقى عندي الا الانتقام، بدي انتقم منها. صار لك ساعة عم تعد شو خسران. تفتكر انه الرجال اللي خسران هالقد وضعيف بيقدر ينتقم؟ صدقني اليوم اي مخطط رح تعمله رح ينقلب عليك. ما عندك شيء تخسره مزبوط، بس ما تنسى انه ما عندك شيء. وبالطلاق الطرف اللي ما عنده شيء هو اللي بيخسر. اسمع مني، طلقها ولكل حادث حديث. مش رح خليها تعيش معه بسعادة، ولو بدي اقتلها بايدي وفوت على الحبس اقضي كل حياتي. مجنون. بعد ما شفتوا شي من جنوني. لينا؟ لينا؟ وينك يا عبقرية؟ لينا؟ قلت لك شو عم تعملوا هون؟ يا عمي وين بدي اروح لاقرب منكم؟ قطيعة قولي لنا الحمد لله على السلامة، رحلة سندباد لوصلنا لعندي. البيت بقرب، صار لي مسألة ما وصلت عم نظف. خرجي فوتوا فوتوا. يلا 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 يلا.
اشتقت لك حبيبي. انت ما تتركني عصام، انا تعبانه كثير. اهلي ان شاء الله. ما بدي اسمع عن حدا، ما بدي تحكي عن حدا، بس احكي عني وعنك. الختام قولي اللي بحبك. بحبك بحبك. قولي لي بعد بعد بعد. بحبك. قولي لي بحبك إلك ومش حاتركك أبدا. قولي لي خلص على هيداك البيت ما في رجعة. بكره من هون بتنزلي دغري على بيت جديد لبين ما كنا خلصنا وحصلتي على الطلاق بالسلامة. يا رب كيف صايرة حياتي؟ مسكة هالشنطة ومطرح من مطرح ومن بيت لبيت. مثل العرب الرحل. ما هو هيك الواحد بصير معه، فجأة بتتشقلب حياته فوقاني تحتاني. أنتوا باقيين هون ليلي، نايمين هون ما هيك؟ لا، حجزنا بأوتيل هون بآخر الشارع. كل واحد بأوضة. الحمد لله. اليوم رح نام عند لينا أنا وبكرة بروح على الأوتيل. بزعجك شي؟ كتير بتزعجيني، بس شو بدي أعمل؟ أصاصه عم بعيشه. خلي معك هذا رقم الأوتيل. إنه شو بقى تشتغل هلأ عصام؟ أنا مش عم بفهم عليك. ماما سارة صارت 3 أيام مختفية مع عشيقها. بتصدق إنه سارة يطلع منها هيك؟ لك عمرها ما ترجع. حاج تفكر فيها بقى، فكر برزقك بحياتك، فكر كيف بدك تعيش ولادك. ما حدا بيموت من الجوع. بلا حبيبي، نحن بنموت من الجوع، أنا وبيك وأختك. أنت عارف إذا ما قدرت تصرف علينا شو بصير؟ كارثة. أدوية بيك لحاله الهبوصة. عم قلك سارة صار لها يومين وهيدا الثالث مختفية مع عشية، وانت عن شو عم تحكي؟ ليك عصام، أنا شايف القصة عم تنقلب عليك وعم تنغلب يوم ورا يوم. ليه عم تقولي هيك؟ لأنك كل ما بتجي لهون بتجي أضعف من قبل، صاير مهووس فيها، ما بتفكر إلا فيها وناسي رزقك وحياتك وولادك. وعا عصام بدك تخلي مرة مثل هيدي تغلبك؟ فشلت تغلبني. عم تغلبك عصام، عم تغلبك يوم ورا يوم وانت مش حاسس. شد حالك عصام، شد حالك وقف وقفة رجال يلي ما حدا بغبر على سرميتهم. مش بنت ام يوسف وابو يوسف بدها تغلبنا عصام، فاهم؟ ليك اذا قدرت هالمره تاخد ولادك منك وتخليك تفقد اعصابك وشغلك وحياتك ورزقك، كون بعلمك لا انت ابني ولا بعرفك. ما بقى بدك تحكي معي؟ ما بدي افتح تمي بكلمة. بيظهر انه انا نزعتك، انا شجعتك تعملي اللي عم تعمليه بدون ما انتبه. انا حاسة بالذنب راغدة، كتير حاسة بالذنب. الاحساس بالذنب هلأ ما بيفيد، الاحساس بالمسؤولية بيفيد اكتر. شو يعني؟ يعني أنا هلأ صرت واعية 100% على كل اللي صار، واعية لكل خسارة ولكل ربح، واعية لكل اللي عملته، واعية لكل تفصيل مرق بعلاقتي أنا وعصام من أول تكة لهالتكة. مشان هيك قررت أتحمل مسؤولية اللي عملته وكفي للآخر. ما فهمت. هلأ صرت أعرف أشياء كتير عني وعن عصام قبل ما كنت شايفتها، بس هلأ صرت بعرفها وعلى أساسها رح كفي. عصام بحبها كتير، بحبها بجنون، ولا نهار قدر ينساها.
يعني كان عم يضحك عليك؟ لا، كان عم ينتقم منا فيي أنا. ليش؟ هي ولا نهار حبته، هو كان يعرف. أنا كان يسمع مني اللي هي ما كانت تقله إياه، كان ياخد مني اللي هي ما كانت تعطيه. بس عم تعيصان بحبني، أنا مأكدة إنه بحبني كتير، بس هي حياته كلها. يعني بدك تتركيه؟ لا، رح أبقى معه وحده على راسه لصير مرته بالقوة. يعني لا، مش بالقوة أبدا، بالقناعة. أنت بتستاهلي واحد يحبك، هو يركض وراك ويحطك على راسه من فوق. أنا بستاهل كف على وجهي، بستاهل حياتي كلها. عمتي أنا جيت لعندك لحتى أقلك اوعى تخبري أمي أو حدا من العائلة عن حقيقة علاقتي بعصام. خيي مستعد يرتكب جريمة، انت بتعرفي عقليته لرامي. مين؟ روم سيرفيس. كثير هالقد ما إلك حق. ما إلي حق شو؟ ما إلك حق تعملي بحالك وتعملي فيي هيك. بعدين إذا كنت مصرة على الغرفتين، هالحركات بدك توقفيهم. إيه ما بصير لك شيء، بعدين تهزم. مش كل شيء بدك إياه بتحصل عليه بلحظة. بس حبيبتي شيء يمرضه. صاروا 50,000 لحظة و70 مليون دقيقة. بعدين أنا قاعد عاقل. مش حاسة علي عاقل؟ يعني مش كتير. انه انت لا يعني. قولي لي ساره، قولي لي ما تخافي، قولي لي شو حاسه. مش خايفه طارق. فاذا مستحيه افتكره اذا قلتي لي شو حاسه رح اقول عيب الشوم. ما هيك؟ لا مش هيك، مش هيدا هو الموضوع. موضوع انا بدي اكون معك انا وحره، مش على قسم رجال تاني. بدي اكون معك كلني. لا، خليني اعرف البوس. بس قبل اشتريت لك هذا الفستان من بوتيك الاوتيل، حسيت انه رح يلبق لك. حاب اشوفه عليك. تمسكي كرمالي بليز. اوكي. يك انت هون كمان؟ يعني ما عم بفهم ليه اخدي الاوضتين منفصلين؟ ما في مره الا ما بشوفه هون. ها لشو صرف المصاري على الفاضي؟ قولي هذا شيء لصاحبتك. طيب انا رح انزل انتركم بالمطعم تحت بسرعه. ايه صار شيء انت وياه؟ لا، ومش رح يصير شيء بيناتنا قبل ما طلق. اه عالي، منيح ما قلتي لي قبل ما نتجوز، هيك نص مصيبه. انا متولدت